مرحبا صديقي المبدع، ويا هلا مرحبا بك في حلقة جديدة. إذا كانت هذه أول زيارة لك في القناة، معك أخوك هاشم العلوي، وفي هذه القناة نتكلم عن كل شيء له علاقة في الصوت والهندسة الصوتية والموسيقى والميكسينج والماسترينج. اليوم حبيت أتكلم عن مشكلة أنا متأكد أن الكل مر فيها خلال فترة من فترات عمله في مجال الهندسة الصوتية، وهذه المشكلة هي شلون أتأكد بأن الميكس اللي قاعد أشتغل عليه راح يترجم بشكل صحيح على السماعات المختلفة. هذا الموضوع في اعتقادي جدا مهم، لأنه متصل بشكل مباشر بثقة مهندس الصوت في عمله. هل الصوت اللي شغال عليه هو بالفعل نفس الصوت اللي راح يسمعه العميل أو الشخص اللي راح يسمع العمل النهائي، ولا راح يكون الصوت مختلف؟ حبيت أيضا تشاركوني رأيكم، هل واجهتكم هذه المشكلة في الاستوديو من قبل؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات. في حلقة اليوم بنشوف مع بعض هذا الاختراع العجيب، وهو مايكروفون وبرنامج متخصص في قياس الترددات الصوتية للسماعات الخارجية وسماعات الرأس بشكل دقيق وضبطها بالتساوي لضمان ترجمتها بالشكل الصحيح على أي سماعات أخرى. إذا حابين تدعمون القناة كالعادة راح أخلي رابط شراء هذا الميكروفون والبرنامج في وصف الفيديو. الكلام اللي بتسمعونه الحين هو ترجمة سريعة لوصف المنتج مباشرة من الموقع الرسمي. مكتوب: اصنع موسيقى صوتها رائع على الهواتف، الأجهزة المحمولة، سماعات الأذن الداخلية أو أي مصادر صوت أخرى. Sound ID Reference مصمم ليكون أداة لإجراء قياسات عالية الدقة لضغط الصوت وتغيرات الضغط الصوتي ضمن نطاق التردد المسموع من 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز. نلاقي داخل العلبة الميكروفون اللي راح نستخدمه بعد شوي لقياس الترددات في الغرفة، وبعض الإرشادات عن كيفية تحميل النسخة المدمجة من البرنامج. أول خطوة راح نسويها هي زيارة الموقع الرسمي وتسجيل الحساب وإدخال كود تحميل البرنامج، وبعد تثبيت البرنامج على الجهاز راح نشبك الميكروفون في أول مدخل موجود على كرت الصوت اللي هو Input 1، ونتأكد بأن الزر 48V أو اللي هو اسمه أيضا Phantom Power يكون شغال. الخطوات التالية كلها راح تكون بقيادة برنامج Sound ID Reference Measure، وهو أول برنامج راح نستخدمه للقيام بعملية قياس ترددات الغرفة اللي احنا فيها. قبل أن نتعرف على هذه الخطوات، خلوني أول شيء أخبركم عن موقع Autar.io. موقع أوتار يوفر المقاطع الموسيقية والمؤثرات الصوتية لصانع المحتوى العربي من خلال مكتبات صوتية تضم أكثر من 19,000 مقطوعة موسيقية ومؤثر صوتي. تقدر تستخدم هذه المؤلفات الموسيقية المصنوعة من قبل ملحنين عالميين حائزين على العديد من الجوائز في أعمالك على اليوتيوب أو أي منصة اجتماعية أخرى بدون التفكير بحقوق الملكية الفكرية. استخدام هذه المنصة راح يضمن عدم تعرض أي فيديو ترفعه لأي مخالفات لحقوق التأليف أو النشر. تقدر تسجل حسابك اليوم على المنصة وتجربها بالكامل بالمجان. رابط الموقع موجود في وصف هاي الفيديو. خلونا الحين نشوف الخطوات اللي راح يساعدنا فيها البرنامج. هذه الخطوات مثل ما راح تشوفون تشمل التالي: وضع الميكروفون أمام السماعة اليمنى واليسرى للتعرف على المسافة بينهم، وضع الميكروفون في منطقة الاستماع الطبيعية للتعرف على المسافة بين أذن المستمع وبين السماعات، تحديد الترددات في الغرفة من خلال وضع الميكروفون في نقاط مختلفة في الغرفة عشان يتعرف البرنامج على مساحة الغرفة بشكل عام وعلى مسافة الاستماع الأمثل بشكل خاص. العملية كلها تأخذ تقريباً ما بين 20 إلى 25 دقيقة. بعد الانتهاء من هذه الخطوات بيكون البرنامج تعرف على حجم الغرفة وضبط الترددات المطلوبة للسماعات الخارجية. نفتح بعدها برنامج Sound ID Reference اللي راح يكون شغلنا كله فيه. داخل البرنامج بنشوف في عدد من البروفايلز أو الإعدادات اللي تغير من طريقة الـ EQ للسماعات وتعدلها بطرق مختلفة. تلاحظون بأن البرنامج تعرف على ترددات السماعة وقام بتعديلها بطريقة تكون كل الترددات متساوية. هذا شكل ترددات السماعات قبل التعديل، وهذا شكلها بعد التعديل. في طريقتين أقدر أستخدم فيها البرنامج. الطريقة الأولى هي استخدامه في تحويل كل الأصوات اللي طالعة من الكمبيوتر إلى السماعات، وهذا بيشمل الأصوات اللي من متصفح الإنترنت وأي برامج أخرى شغالة على الجهاز. والطريقة الثانية هي أني أستخدمه فقط داخل برنامج التسجيل أو الـ DAW اللي أستخدمه.
كون مثلا برنامج Pro Tools أو Logic Pro أو Studio One أو أي برنامج آخر. عشان استخدمه داخل برنامج التسجيل لازم أخليه كآخر plugin موجود عندي في الماستر باس. الطريقة المثلى لاستخدام البرنامج داخل برنامج التسجيل هي أني بعد ما أنتهي من تسجيل العمل بشكل كامل وأدخل مرحلة المكس، هني أشغل البرنامج وأضبط المكس بالطريقة اللي تعجبني، وقبل لا أصدر العمل أو أسوي له export أتأكد بأن البرنامج مغلق بشكل كامل، يعني أسوي له bypass بالكامل وما أكتفي فقط بإغلاقه من خلال الزر الموجود داخل البرنامج. ليش أسوي كذي؟ لأن البرنامج حتى لو كان غير مفعل في شيء اسمه safe headroom، واللي بدوره يعمل كمتحكم صوت عام للماستر باس. فإذا كان البرنامج غير مفعل بس مو مسوي له bypass، مستوى الصوت بالكامل بتلاحظون أنه راح ينزل. البرنامج لا يقتصر فقط على ضبط صوت السماعات الخارجية، لأن فيه أيضا مجموعة إعدادات أو profiles لتقريبا كل سماعة موجودة في السوق. فمجرد تختار السماعة اللي تستخدمها من القائمة راح تقدر تستخدم هذه الإعدادات وتحس بفرق الصوت على طول. على سبيل المثال أقدر أختار سماعات Sennheiser HD280 Pro اللي أستخدمها بهذه الطريقة وشغل البروفايل من خلال هذا البرنامج. طيب السؤال هني، هل هذا البرنامج فعلا بيحسن لي صوت السماعات؟ الإجابة صعب شرحها من خلال هذا الفيديو، لأن ما راح تسمع الفرق بشكل صحيح، لازم تكون موجود أمام السماعات عشان تحس بهذا الفرق. ولكن بالنسبة لي البرنامج ساعدني في اكتشاف أن الغرفة اللي أسمع فيها صوت البيز كان فيها عالي شوية، خاصة في الترددات اللي بين 80 إلى 90 هرتز. البرنامج قام وعدل لي هذه المشكلة في الترددات، ومن بعدها حسيت أن الصوت صار مركز ومتوازن أكثر من ناحية الترددات الصوتية، مع العلم أني أيضاً أستخدم سب ووفر في غرفة التحكم. حاولت أفكر في كلمات لشرح هذا الإحساس بطريقة أفضل، بس كل اللي أقدر أقوله لكم أن بالفعل هناك فرق واضح. تضبيط الصوت خاصة إذا عندك سب ووفر ممكن يكون صعب شوي في البداية، بس اكتشفت أن أفضل طريقة هي أنك الأول ضبط إعدادات السب ووفر لمستوى الصوت اللي أنت تبيه، مع التأكد بأن إعدادات السماعات كلها اللي هي السماعات العادية والسب ووفر تكون كلها في المستوى الافتراضي أو اللي هو الديفولت، ومن بعدها تشغل البرنامج وتتبع الخطوات اللازمة لضبط السماعات بالشكل الطبيعي. أتمنى أني قدرت أوصل لكم فكرة هذا المنتج العجيب، وأتمنى أيضاً أن هذه الحلقة حازت على إعجابكم. لا تنسون تعطونا دعمكم بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ومشاركتها مع كل أصدقائكم المهتمين في هذا المجال، عشان نقدر نوصل لأكبر قدر ممكن من الناس حول العالم العربي. وإذا حبيتوا تشترون هذا الميكروفون وهذا البرنامج، رابط الشراء بيكون في وصف الفيديو. وإذا عندكم أي أسئلة أخرى اكتبوا لي إياها تحت في قسم التعليقات، وإن شاء الله أقدر أجاوب عليها كلها. شكرا لكم على المتابعة، وأتمنى لكم دوام الصحة والسعادة، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.